شمس قمر. نعم. سيارات الهايبرد انت عندكم بتتباع من زمان، سامع انه في سيارات جديده نازله. تمام. اظن ان المؤتمرات يعرفونها. شيء حلو انه السياره دي الان حتنزل السعوديه تتباع، توفر في البنزين ومميزاتها كمان صديقه للبيئه وما فيها واقل انبعاثات سامه. بس هل انت متاكد انه فعلا انها معروفه جدا في اليابان؟ سمعت ان العديد من سيارات الهايبريد تحتل المراكز الاولى من حيث عدد السيارات الجديده المباعه في اليابان. فعلا متاكد من الكلام ده؟ يلا الى اليابان. سعيد لوجودي في اليابان وجمال الثقافه اليابانيه، بس هل تظن في المنطقه دي في الناس تعرف السيارات الهايبريد؟ تمام، من تريد ان تسال؟ نقدر نسأل هذا؟ تمام. السلام عليكم، أنا صحفي سيارات، كنت حابب أسألك هل تعرف السيارات الهايبريد؟ مطلوب اشتري اياها، كوريني ماكيناي كوري شوزوكاراشي، نمبي مو ايو نه. واو، ما شاء الله طلع فعلا يعرفها، بس يمكن عشان سواق؟ لا هي معروفة. إذا لنا صار قايل هو. يلا، خلينا نشوف. لقد سارنا في المدينة التقليدية قبل قليل، والآن لنسار في هذه المدينة المتحضرة ونرى. طيب حلو، يلا يلا. أنا صحفي سيارات، حابب أسألك هل سمعت وتعرف سيارات صديقة البيئة الهايبريد؟ مطلوب شتيريو، كاسون دوريوكو كانسمايكا، تنشين تكنيا جيسو يبوكن دينا. ممكن نسأل ناس ثانيين؟ طبعا. هاي، شتيماسي، هوليوود ستار مو نوتيماسي يونو. ああ、知ってます。もう20年くらい前からありますよね。ああ、結構前からあるよね。というか乗ってます。乗り心地いいですからね。 ما شاء الله تبارك الله، شايف نسبة كبيرة من الناس عارفين السيارة وبيستخدموها كمان. في الحقيقة إن 98% من اليابانيين يعرفون سيارات الهايبريد بناء على الإحصائيات. حلو. طيب هل ممكن نركب السيارة نجربها؟ هل هي بالكهرباء كمان؟ هل هي سريعة؟ توقعت أن تكون ذلك، فوجدت سيارة لنجربها، فلنذهب لنركبها الآن. حلو حلو، يلا يلا. يا سيد حسن، شوف شوف، هنا موقف تاكسي الخاص بسيارات الكهربائية وسيارات الهايبريد. ما شاء الله، عشان كده الناس يعرفوها في كل مكان هنا. هيا نركب هذه بسيارة. ما شاء الله، ليش مشتري السيارة هذه مستخدمها في السيارة الهايبريد في استخداماتك؟ 一番の特徴は燃費がいいということですが、環境に優しいということで、たくさんのお客様に選んで乗っていただいております。 فعلا السيارة هادية، سواقتها معقولة جدا، ناعمة، سلسة، مريحة، ما في صوت عالي فيها، بالعكس صوت هادي جدا هادي، وكمان أهم ميزة فيها أنها سيارة اقتصادية صديقة للبيئة.